على الرغم من كثرة المواقع الأثرية والتراثية بمنطقة عسير، إلى أن هذا المعلم السياحي والتراثي كان ولا زال مختلفاً بحكم ما تحتويه هذه القرية. فقد بدأت فكرة هذه القرية وأولى خطواتها من منطلق الشغف وحب توثيق تراث منطقة عسير وجمعه في مكان واحد ليسهل للزائر التعرف على هذه الأصالة. بالنسبة لها القرية، القرية هذه دخلت 26 سنة منذ افتتاحها، والغرض منها أنها تعطي فكرة شاملة عن كل ما يخص التراث والأماكن السياحية في منطقة عسير. المملكة العربية السعودية ولله الحمد فيها مناطق سياحية على امتداد 600 كيلو. منطقة عسير يعني أصبحت من الوجهات السياحية القرى، وعن التقسيم الجغرافي لمنطقة عسير وعن الفن المعماري. قرية بن حمسان التراثية ذاكرة حية لعراقة وأصالة تراث منطقة عسير، والتي قدمها العم ظافر بن حمسان بعمل متواصل منذ أكثر من 40 عاماً، لتظهر اليوم كواحدة من الوجهات السياحية الحقيقية التي يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، ولتكون شاهدة على ماض وحاضر ومستقبل. لبرنامج ديرتنا، محمد الأحمري، محافظة خميس مشيط.